نرجع تاني لموضوع المصانع. احنا بنتكلم هنا على صناعات محددة. الصناعات دي بقول تاني زي ما يعني مش عايز اكرر الكلام اللي اتقال، ان هي ما عندناش طرف او يعني ان احنا نخاطر بيها، ما نقدرش نخاطر بيها. مش بس عشان بتجاب بتستورد من بره، لا، انت النهارده عندك استقرار في انتاجها هنا، انت ما عندكش مشكله. لا انت خايف انها تخش مواني او المصانع اللي موجوده بره يحصل ازمه ما تجيلكش الحاجه، لا انت ما عندكش المشكله دي خالص. عشان كده بقول للدكتور ايهاب، فوق اكسيد الهيدروجين انت بتتكلم في 50%. ايوه انا مش بتكلم بس على ثمن المواد ديت كدولار، لا انا بتكلم كان هي استقرار في الصناعه هنا. لان احنا حتى يعني التكاليف بتاعتنا ما بتت يعني ما احنا ما جينا نتعامل مع الموردين دلوقتي في مجال المصانع الجديده، فوجئنا ان الارقام بقت مختلفه فوق، مش مختلفه يعني الناس كلها مش كده ولا صحيح. وبالتالي النهارده المصنع ده او بتاع فوق اكسيد الهيدروجين احنا محتاجين نتحرك عشان الفجوه ما تبقاش 50%. تمام، الفجوه ما تبقاش. ان شاء الله نحاول يا فندم يكون جاهز مع مصنع الكلور باذن الله. يبقى في 2014 ابريل يعني باذن الله. يبقى كويس قوي ان شاء الله. نيجي بقى على مصنع الاسمده الازوتيه ده، وانا عايز اقول لكم ان احنا مصر ان شاء الله بالمجمع ده بافتتاحه ان شاء الله، كان المفروض يبقى في شهر 12، كان المفروض المصنع ده مش كده يا وليد؟ كان المفروض يبقى في شهر 12 نفتتح الست مصانع بتوع السخنه، ولكن يعني نتيجه الظروف يعني الدوليه والكلام ده اتاخرت شويه، لكن ان شاء الله في شهر 2 3 نكون بنفتتحه، وده هيدخل حوالي 700,000 طن ولا كام؟ 720,000 طن يا فندم. 700، انا بحفظ ب تمام. 700,000 طن اسمده ازوتيه. تمام. يجابه التطور اللي احنا بنعمله، احنا بنتكلم على 2 3 مليون فدان خلال سنتين. ولا انا بقول يا وليد كلام دكتور مصطفى؟ فانا النهارده لما بقول كده يبقى انا لو انا بطلع الاسمده اللي تكفيني واللي اصدر منها، انتوا شايفين كويس قوي ان موضوع، وبرضو بقولها لاخواننا المزارعين، يا جماعه احنا النهارده لو الاسعار بتاعت الغاز اللي داخل في صناعه الاسمده بيتسعر بالارقام العالميه، الثمن هيبقى غير كده خالص. بس الكلام ده احنا حريصين على ان احنا نعمل استقرار في مدخلات الزراعه، وبالتالي الاسعار ما زادتش بالقيمه. لو النهارده لو وزير البترول قال لي يا فندم انا مش هقدر ادي مصانع الاسمده، كل الاسمده حتى بتاعت القطاع الخاص، اي حد يعني مش هقدر ادي له بالثمن اللي هو بياخده بيه دلوقتي. انا عايز ازود الرقم ده ضعف او اتنين او ثلاثه، انا بقول كلام معقول؟ مش طب ضعفين، طب انا النهارده ضعفين مين يستحمل ده؟ يبقى الطن ابو 6,000 ولا يبقى ب 12 ب 18، مين هيستحمله؟ ومش بس كده، طب ما المزارع لما هياخده بسعر عالي هيعمل ايه؟ هيعلي المنتجات. يبقى المواطن يلاقي حاجته بكام يا دكتور مصطفى؟ باسعار غاليه جدا. فاحنا بنحاول مع بعضنا